الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد كنا نتكلم في صفة الوحدانية اللي هي الخامس صفات التنزيه، وقلنا إنها عبارة عن سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال، يعني بيسموها ايه الهموم الخمسة، هم ستة يعني، بس في واحد في ايه غير منفش الافعال المتصل الضم المتصل ده يعني الاصح انه غير ايه منفي. ومعنى سلب الكثرة يعني ايه اثبات الوحدة، يعني ما فيش كثرة يعني عدم الاثنينية. فما فوقه كما قال تعالى ايه في آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني الكثرة من اثنين فما فوق. بعض الناس مثلا يفهم من الآية إن كانت واحدة فلها الايه فلها النصف، خلاص كده، وإن كانوا فوق اثنتين فلهما. طب وإن كانوا اثنتين يعني شو ليست موجودة في الآية؟ موجودة في الآية واحدة ما هي أخر الصورة اللي هي الأختين الشقيقتين، لا دي غير دي بكة الكلالة من باب أولى يكون البنتين الصبيتين. أيوة بس هنا النص هنا إيه لم يذكر يعني. ذكر واحدة وذكر فوق اثنتين، فقال لما يقول كده التعبير ده فوق اثنتين بكل لغة العربية مش مراد بها عن ثلاثة ولا مراد اثنين فما فوق، هو التعبير كده أشمل الاثنين فما فوقها. نعم اذا سمعت كده فوق اثنين او فوق اثنتين يعني من اثنين فما فوق، يعني اثنين داخلة في العدد. انما هذا ايه اسلوب عربي تعبير يعني من ضمن تعبيرات زي ما نقول مثلا ايه غير واحد يعني معناها ايه متعدد يشمل اثنين ثلاثة الى اخره. ده الكم هنا عدم الاثنينية في الذات أي في ذاته تعالى، سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال أي عدم الاثنينية في الذات، تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل. ومعنى الكم يعني العدد، العدد في فيما فيه اتصال أو في الأجزاء المتصلة البعض يسمى متصل، وفي الهيئات او الذوات المتباعدة يسمى ايه منفصل. وانت قس على نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون، فانت مثلا اذا نظرت الى نفسك فانت كم متصل يعني اعداد متصلة ببعضها يعني. ولسان وشفتين وعينين ورجلين كله كموم فيك متصلة، ولكن احنا مع بعضنا كده كموم منفصلة، يبقى فيك المتصل وفيك الايه وهذا ما فيك ليس فيه يعني من فيه ايه عنه، يعني عشان نفي الايه المماثلة والمشابهة. اي تنفي العدد في الذات متصلا كان او منفصلا، فتنفي التركيب يعني التركيب والتجزؤ والتبعيض منفي، لانه اذا فيه ايه نفي في المتصل اللي هو التركيب ده والتباعد والتجزؤ والانقسام، والمنفصل يعني وجود ذات اللي هو الشريك ما في ايه الشريك. ولذلك لما تأتي كلمة الشرك في اللغة يعني معناها ايه ادخاله، معناها الاصل كده اعتقاد الشريك ده جاي في الكم المنفصل، ومعناها ادخال الغير في اللغه ادخال الغير مع الله تعالى زي اثبات الشركه، ده معناه ايه لغه. ومعناه صلاحا كل ما يوجب الكفر، ولذلك تاتي كلمه الشرك ويراد بها الايه الكفر، يعني صلاحا اي ما يوجب الكفر يطلق كده في الاصطلاح شرك، وان كان الشرك في اللغه يعني اعتقاد ثاني شريك يعني عدد يعني. ولذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به،
طبعا مدخول فيها ان يغفر به. خلاص كده هنا اصطلاحا غير ايه غير لغة. ولذلك الشيخ السنوسي عد انواع الشرك كم؟ ستة. فاولهم شرك الاستقلال. ايه معنى شرك الاستقلال؟ يعني اعتقاد شريك او فردين اثنين كل منهما مستقل، يعني في انفصال بينهما، هذا للنور وهذا للظلمة، زي شرك المجوس. ولذلك قال تعالى ولا قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا إله ذا إله وذا له قدرة تامة وخلق كامل، وهذا قالوا الشرك، وهذا خالق للنور وهذا للظلمة، هذا خالق للخير وهذا. ولذلك عقلا الشرك المجوس ده اللي هم اثنين يوجد في العقل اله ثالث حتى يخصص هذا للخير وهذا للشر، ويجعل الاثنين حادثين مش قدماء وهكذا، والثالث عاوز له رابع. يعني قضيه الشرك قضيه باطله سواء كان العدد قليل او كثير، فنفي القله ينفي الكثره. ده شرك الاول اسمه ايه؟ استقلال، يعني واحد مستقل عن الثاني. الشرك الثاني اللي هو شرك التبعيض اللي هو التركب، اللي هو ياتي يختفي الكمل المتصل اللي هو التبعيض والتجزؤ والتركب. ومنه شرك النصارى لانه اعتقدوا انه الذات واحده ولكن فيها تركب فيها تعدد، يعني متصل. ده اسمه مين ده؟ شرك التبعيض. شرك التبعيد وهو شرك مين؟ النصارى. أظن ما في حد يمكن البوذيه اللي قال فيه، لأنه في آية تبين أن النصارى في شرك ما كانوا مخترعين، يعني ما كانواش يعني منشئين له. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون يعني يشابهون قول الناس من قبل، قول الذين كفروا من قبل. يعني معناها خذوا من ايه؟ من شرك القدماء مقلدين. شرك الايه؟ الاستقلال، شرك التبعيض، شرك التقريب. التقريب اللي هو معبر عنه ده شرك متقدمي الجاهلية. ومنه قوله تعالى والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني اعتقدوا انهم الهه يستحقون العباده ولكن ليس لذواتهم، ولكن من اجل تقريب عبادتهم الى الاله الاكبر. اسمه ايه اصطلاحا؟ شرك التقريب، يعني عشان يقربهم من عباده الله تعالى. ولكن عبدوهم. ولا يقاس على هذا بعض المغفلين يستدل بالايه دي في منع التوسل، ونسي اول ايه ما نعبدهم، ولم يقل احد توسل باحد ما عبدته الا لا، مفيش عباده للمتوسل به. ولكن في مثلا دعاء بياهي ده موضوع ثاني، انما العباده مش موجوده. فالقياس ما ينفعش لانه العباده من فين؟ دول قالوا ما نعبدهم ولم يقولوا ما نتوسل به، والعباده معروفه معناها ده واحد شرك الايه؟ تقريب. اثنين واحد شرك الاستقلال، اثنين التبعيض. واحد الاستقلال، اثنين التبعيض، ثلاثة التقريب، أربعة التقليد. تقليد يعني في شرك مقلدون لغيرهم، إذا قيل لهم لماذا تشركون يعني فيقولون كما قال الله تعالى أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ونحن إيه؟ وجدنا آباءنا على أمه، على أمه يعني على ملة، يعني على عقيدة، على دين، وإنا على آثارهم. يعني إذا قيل لهم آمنوا أو مثلا انتهوا عن الشرك أي تعبير يعني يقولوا بل نتبع ما وجدنا عليه أو ما ألفينا عليه. ده اسمه شرك التقليد، يعني اتبعوا آباءهم في الشرك تقليدا. ده نوع. فالنوع الأول اسمه شرك مين؟ متقدمي الجاهلية، هو شرك التقليد. والتقليد ده شرك المتأخرين. فالجاهلية اثنين، وذلك تجد في القرآن
الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني في جاهلية قديمة، في حديث في جاهلية قديمة عن حديث عهد، الجاهلية اللي هم يعني متغطرسين ويعني موغلين في الكفر، ده اسمهم ايه؟ الجاهلية الأولى، متقدمين في الزمن، ودول المتأخرين. الجاهلية في القرآن على ايه؟ على نوعين، جاهلية أولى وجاهلية ايه؟ متأخرة. متأخرة، لا الجاهلية الثالثة أو الحديثة اللي احنا عايشين فيها الزمن ده. كم نوع دول؟ كده أربعة. خمسة شرك الأسباب. هيتكلم عن الشيء بعد شيء، والتأثير ليس إلا الواحد القهار جل وعلا، يعني اعتقاد التأثير للأسباب العادية اللي هو قول الفلاسفة بالطبع وبالعلة، حيأتي الكلام فيه، يعني إسناد التأثير والفعل للأسباب وإغفال النظر عن مين؟ عن المسبب. ده اسمه شرك مين؟ ده الفلاسفة والطبائعيين، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. كم دول؟ كده خمسة. خمسة. ستة شرك الاغراض، اي شرك البواعث والاعمال والنيات، يعني هو في الظاهر ويعمل العمل لله، وفي النية في الباعث، يعني الغرض من هذا ليس وجه الله انما الرياء، اللي هو ايه معبر عنه في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ده اسم شرك العمل، ده يعني يعمل العمل ويريد به غير وجه الله. يبقى انواع الشرك ستة، الاربعة الاولى دي حكم ايه؟ كفر بالاجماع. والثابت معصية، اللي هو الاخير ده اللي هو الاربعة الاولى. أربعة. أربعة أربعة ثم ستة. ستة نعم. يبقى الأربعة الأول ده حكمه مية، ده كفر إجماع. خروج. نعم. والثابت معصية، لأنه ما يخرج الرياء، ده يعني الشرك الأصغر ده. لا يخرج شرك أخف النية. من دبيب النمل. أخف من دبيب، لكنه لا يخرج من الملة. نعم. ولكن العمل مردود. من عمل عملا أشرك معي فيه غير فهو لشريك. فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. يبقى بقي واحد وهو الخامس، ده فيه تفصيل ده. يبقى لا، متى يكون كافر ومتى يكون جاهل، حسب هيتكلم فيه الخروج هم حياتي فيه تفصيل. يبقى الاربع ما فهمش كلام، والاخير ده معصية، والخامس هو اللي فيه تفصيل وفيه كلام. يبقى هنا اتكلمنا عن ايه؟ معنى الوحدانية، نفي الايه؟ الكموم الخمسة. طب نتكلم واحدة واحدة. وحدة الذات تنفي ايه؟ الكم المتصل، وتنفي الكم المنفصل. نعم. ايه معنى نفي الكم المتصل؟ يعني الذات ليست مركبة، مش اجزاء، ويدل على ذلك قوله تعالى: قل هو الله احد. طب والكم المنفصل؟ يعني الذات ليست متعددة، يعني لا في تعدد في داخلها ولا في خارجها، يعني ما فيش ايه؟ تعدد. بحيث يكون معه، وده الكمل ايه؟ المنفصل. بحيث يكون، لو كان لو اثبتنا الكم المنفصل، يعني معناها في ذات اخرى، يعني كأنه بنسبة الشريك، نسبة الاله الثاني، فهو سبحانه وتعالى من حيث الذات احدي فلا تركيب، وواحدي فلا تعدد. احدي يعني فيش تركيب، واحد يعني فيش ايه؟ تعدل. وإلهكم إله إيه؟ واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمعنى واحد يعني لا شريك له، كده. ومعنى أحد يعني ما فيش تركيب. لما نيجي نأتي بها في إيه؟ في الصفات، اللي هو الكم ده، بمعنى الوحدانية في الصفات، فتنفي الكم المتصل، وهو التعدد في الصفة الواحدة، أو ده معنى نفي الكم المتصل في الصفات. يعني نفي التعدد في الصفة الواحدة، يعني ما فيش قدرتين، قادر بقدرة واحدة، ما فيش علمين، ولا ما فيش قدرتين، ما فيش ثلاثة، يعني معناها إثبات قدرة واحدة. خلاص كده، إذا نفينا اثنين، إذا نفي إيه؟ ما فوق. إذا معنى واحد في الصفات،
بمعنى نفي ايه الكم المتصل، يعني الصفات تنفي المتصل وهو التعدد في الصفة الواحدة. الصفة الواحدة يعني معناها ما فيش صفتين من جنس ايه واحد. والمنفصل يعني يعني لا يوصف غيره تعالى بمثل صفاته، يعني مفيش واحد عالم ولا قادر ولا رازق ولا إلا الله، يعني مفيش حد يشترك معاه فيها. طب وإن أطلقت استعارة مجاز، إنما في الحقيقة مفيش إلا إيه العلم صفة إيه لله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة من الله. في بعض مسألة إيه مثلا يقول لك إيه مسألة الكم المتصل في الصفات، بعض الناس مش ما يتصورهاش، يعني تكره في الذات عشان التركيب، لكن في الصفات يقول لك إن الكم أصلا ينصب على ما له أجزاء اللي هو الكم المتصل، وهذا المعنى لا يتضح في الصفات. يعني الصفة ملهاش أجزاء، يعني الذات ممكن نقول إنما الصفات، يعني حتى لو قلنا قدرتين مش هيبقى في بينهم تركيب. قلنا نفي قدرتين من جنس صفتين من جنس واحد، حتى لو قلنا هذه هتتصور في المنفصل مش حتى لو اثبتنا قدرتين من جنس واحد، لكن هل هذه القدرة مركبة مع قدرة ثانية؟ لا، مفيش اتصال. فمعنى كده في يعني عاوز يقول لك الكم المتصل ده في الصفات مش فاهمينه، مش متصور. ليه؟ لأنه ينصب أصلا على ما له أجزاء اللي هو المتصل يعني، وهذا المعنى غير واضح في الصفات. يبقى الجواب إيه؟ أن العلماء نزلوا كون الصفات قائمة بذات واحدة منزلة التركب، لا التركب نفسي فإنه في حقه تعالى مستحيل. كيف تفهمها دي؟ خد بالك، وصحيحنا لو قلنا بصفتين من جنس واحد هذا ده منفصل كده من حيث النظر الى الصفات، لكن الصفات ما تنساش مش قائمه بنفسها، ده قائمه بالذات، تحايل لها التعدد بالذات. فعشان كده سموه كم متصل وهو في الصفات، لان الصفات مش حصيله الا بالذات. فلو وجدوا قدرتين هيبقوا بذات واحده، يبقى كان الذات متركبه من قدرتين، هذا في تركيب وهو في الصفات لكنه ايه راجع الى الذات. يبقى لان الصفات لا تقوم بنفسها ولكنها تقوم بالذات، لو كان يوجد الصفات واحده كده ممكن نقول ما يتصورش، لكن ليه كانوا عاوزين يقول لك الذات والصفات يعني ما فيش انتكاس، كانه نزلوا هذا عدم الانتكاس ده منزله التركب ولكنه في نفسه مستحيل. واضح؟ عشان كده ايه هي يعني الاتصال بينهما هو الذات. هو لولا الذات مش هنقول اصلا الموضوع ده. يبقى هو لما قالوا ان الكم المتصل غير متصور في الصفات قطعوا النظر عن الذات، وكان الصفات قائمه بنفسها، هذا غير معقول، ان الصفات لا تقوم الا بالذات. فمن حيث كون الصفتين اللي هنقول بيهم دول، احنا مش بنقول بيهم طبعا على فرض يعني، هيكونوا ايه؟ هتكون قائمتين بذات واحده، فهنا يتصور الايه؟ التركيب. اللي هو سميناه كمل ايه؟ المتصل. لا، الامام السنوسي او كل من شرحوا تكلموا عن نفي الكموم الخمسه، لكن الاشكال وارد في ايه؟ في عدم فهمه بالنسبه لايه؟ كما وضحناه انه العلماء نزلوا الصفات لانها قائمه بذات واحده منزله الايه؟ التركب، لا التركب نفسه فانه مستحيل في حقه تعالى. فهمنا الان ما معنى نفي الكموم الخمسه، شرحنا نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات الى مفهوم، والان فهمنا الى حد ما الكم اللي المتصل نفيه في الصفات والمنفصل واضح، يعني لا توجد لغيره تعالى صفه، يعني كقدرته كعلمه كسمعه، لا في الحقيقه ما فيش اصلا صفه يعني لغيره الا انه الاشتراك في الاسماء،
يعني قال أنت سميع، هو سميع، أنت موجود، هو أنت عارف، لكن شتان ده ما فيش أصلا يعني حتى فقط الاسم، لكن المدلول والمعنى مختلف تماما. إذا ليس لغيره صفة مثل إيه صفتي، ده حتى مش نقوله يعني فيه تشابه، تشابه ده غير موجود إلا فقط اشتراك، اشتراك في الاسم، اشتراك لفظي، لكن معنى ولا ما يكونش معنى، اشتراك في اللفظ لكن في المعنى لا. وإن كان في المعنى يبقى إيه، يبقى لكل بحسب ما يضاف إليه، مشترك في المعنى لكن معناه بالنسبة للإنسان غير معناه بالنسبة لأن معناه في معنى في المفهوم الصفة يطلق على الكل، على القديم والحادث، ولكن إذا أضيف إلى القديم يبقى المعنى مناسب للقديم، وإذا غير كده إذا أضيف إلى القديم يبقى معناه غير ما يضاف إلى الحادث. لو قلنا بيت قديم يشوف في الحادث بالقدم، ولكن بمعنى القدم ليه القدم فهو مشترك، وممكن يكون المشترك معنى وممكن يكون مشترك لفظ، لكن لما نقول مشترك لفظ أحسن، يبقى مشاكلة لفظ يساوي لفظ لكن المعنى مختلف أكثر، حتى نفر من التشبيه وإن كان في اللفظ. لما نقول مشترك يبقى مش تشبيه، ده يبقى معناه ده لفظ واحد، أو المعنى كده المشترك لفظ واحد، ولكن يطلق على معاني كثيرة زي عيب مثلا ولفظ واحد، وقر مشترك يطلق على قر، ده عكس المترادف، اشتراك عكس ايه؟ فالاشتراك في اللفظ احسن ما تقول اشتراك في المعنى، لو اشتراك معنى هذا في نوع من الايه؟ من التشبيه. بعدين ايه الكم الايه؟ المنفصل في الافعال، يبقى وحدة الافعال تم في ايه؟ فهو تم في الكم المنفصل فقط. عندما نقول انه تعالى واحد في افعاله، ايه معنى كيف تم في الكم المنفصل في الافعال؟ يعني ليس لغير الله تعالى فعل من الافعال، معناها كده رب الله عليك ثم انت افعالك، انت ذيك بتصلي وبصوم وبتقتل وتسرق، مش ده افعال دي؟ يبقى اذا لو قلنا ما فيش فعل يبقى هنقول ايه بالجبر، هنمشي فعل الايه افعال العباد او افعال المخلوقات. فمعنى نفي الكم الايه المنفصل هو ان يكون لغير الله تعالى، ننفي ان يكون لغير الله تعالى فعل من الافعال، بمعنى ايه مش الفعل نفسه، بمعنى الايجاد والخلق. وإلا حننفي أفعال العباد، إذا معناها ليس لغيره تعالى فعل، بمعنى إيجاد واختراع، فلا يعني في الخلق عن غيره، أو معنى واحد في أفعال يعني معناها لا خالق إلا الله، يعني ليس لغيره فعل، فعل بمعنى ليس لغيره تأثير أو خلق أو إيجاد أو اختراع. وهذا ليس معناه نفي الأفعال عن غيره، وإلا حنقع في مسألة الجبر ده موضوع ثاني. يبقى حيث ينسب والله تعالى قد أسند الأفعال أفعال العباد إلى العباد، مش كده في القرآن الكريم؟ أسند أفعال العباد إلى العباد، قال ولو شاء ربك ما فعلوه، الإسناد إلى مين؟ إلى العباد. وبعد كده وفعلت فعلتك التي كثير آيات تثبت أن العباد لهم فعل ولهم عمل، ولكن هذه الأفعال مع إسنادها إلى فاعلها، ولكن لا على جهة الخلق والإيجاد، ولكن على جهة الكسب. يبقى الفعل له جهتان، جهة خلق وإيجاد، ولكن لا تنسب إلا إلى الله. يبقى كده واحد من أفعاله ومش واحد. أما بنحط بس كده المحط نرسخ الإيه الخرصانات، يبقى الأول وحدة الأفعال تم في إيه الكم المنفصل فقط،
يعني تنفيش ليه المتصف. وهو أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد والخلق، يعني معناها ننفي الخلق عن غيره. وعارف توحيد الأفعال ده في رد كبير، تنسيت، في رد كبير جدا على المعتزلة، لأن المعتزلة لا يسند الأفعال إلى العبد على جهة الخلق مش على جهة الكسب، ولكنهم لفوا فيه، قال بقدرة ولولا ذلك لكفرهم العلماء. ولم يكفروا ليه؟ لأنه قالوا القدرة اللي أنت بتخلق بها دي أنت مش خالق مستقل، ولكن خالق من الباطن. هو يقول إلى قول بكتبه قالوا خلق، القرآن نفى الخلق، ما نفى بالخلق إلى، لكن نفى بالفعل إلى غيره، لكن لم ينسب الخلق إلى غيره. هذا دليل دبرد اللي هنقوله لا، يعني إذا في فرق بين الخلق وفي فرق بين الفعل، والاثنين من فعل الله، بس هذا يسند وهذا لا يسند. هو الخلق مش فعل، إنما إحنا بنقول هو الفعل إذا كان على جهة. ما هو الفعل معناه إيه؟ أن توجد شيئا من عدم، إيجاد شيء من لا شيء، يعني اختراع التأثير يقول الخلق. هذا لا يسند ولا في القرآن الله. وأما الفعل اللي هو في مباشرة أسباب ده ممكن يسند إلى غير الله بحسب وجود الأسباب والمسببات. وتأمل الآية بتاعت لما إيه الملائكة بشر سيدنا زكريا قالوا له إيه بالغلام، قال إيه أن يكون لي غلام قد بلغني سوى امرأة. شوف الآية، كذلك يفعل الله، يفعل وجاء هنا كذلك يخلق الله، يعني رغم انه ده ايجاد ولد وده ايجاد، لكن هي لما كان السبب موجود يعني في رجل في امرأة في انثى ده ما فعل هنا، لكن عندما كان ما فيش خلق بدنا ايجاد خلق خلق ما فيش تدخل لأي سبب، لكن في الظاهر هنا في سبب. شوف الفرق التفرقة بين الفعل وبين الخلق. المهم اللي احنا عاوزين نثبت في الموضوع انه لا يسند الفعل الى غير الله بمعنى الخلق وبمعنى الايجاد والتأثير من عدم. هذا هو الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى منفرد به، فلا خالق الا الله. طيب هل اسند الخلق الى غير ما اسندش؟ انما في بس ايه واحده اللي هي ايه سوره المؤمنون فتبارك الله احد. طبعا قلنا في ثلاث معاني للخلق، ما يكون بمعنى الايجاد هذا اللي احنا بننفيه عن غير الله، انما ايجاد شيء من شيء، يعني تحويل شيء الى شيء، كما تقول حولت الطين خزفا، تحبس الطين موجود زي عمليه الاستنساخ من الخلية دي، لكن الخلية موجودة، نتكلم عن إنشاء الخلية نفسها، ما يقولش عنها، لما يحولوها أو يجيبوا البويضة ده موضوع تاني، يبقى في المادة موجودة، يبقى هنا تحويلها إلى شيء آخر، هذا يسمى في اللغة أيضا خلق. فالآية تعشق المؤمنون بتتكلم عن الخلق بمعنى التقدير والتحويل وليس بمعنى الإيجاد من لا شيء، بدليل بتتحدث عن خلق الإنسان من سلالة. ولم تتكلم عن خلق السلالة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة موجودة، فحولها إلى شيء إلى شيء إلى شيء حتى قال إذا أنشأناه خلق خلقين، لتحويل مراحل أدوارنا، فدائما أخذ فتبارك الله أحسن الخالقين، فإن جاز الجمع لأنه بالمعنى الثاني. أما الآية سيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين، ما قال له تخلق طين كهيئة اي واحد، ومش عيسى بس ده انت ممكن تعملها، هات كده قطعة طين وكده شكلها حتى مش طيب، ده انت ممكن تخلق انسان منهم، كنت تخلق جبل انت تصور، انما الفرق بينك وبين عيسى انه باذن الله هيحولها الى طيب والثاني مش هيحولها ابدا، وده ربنا اداله ايه معجزه ان انت ما لم يعطيها لك. ولما قال له في سوره المائده واذا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهنة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير
حتى لما عمل العملية دي هيئة الصورة مش من نفسه بإذن أربعة بإذن يعني حتى الحاجة العادية اللي يعملها أي واحد هذه مش عاوزة بإذن دي دي عاوزة بإذن دي إذا كان بس عمل صورة كده جثة هامدة من غير حاجة صنم كده شكل تمثال دي عاوزة بإذن ورغم جات إذن فيها وبعدين فتنفخ فيها هذه اللي عاوزة بي فتكون إيه طيرا بإذن تخرج الأرض تخرج الموت يعني أربع مرات في آية واحدة يقول له بإذن إذا المقصود مش هو الجماعة اللي افتتنوا فيه وأسندوا إيه إليه الخلق وأسندوا إليه الألوهية لأنه عرف النصارى يقول الأب والابن والروح القدس ويسندون الخلق مش إلى الأب إلى الابن لا الاب ده لحاجه وده مهمه الخلق ورزقه يسندوها الى الابن وجاءت العباده في الحقيقه بالمسيح مش لله وخلوا ربنا لقد كفر الذين قالوا ان الله اول الثلاثه لا ثالث الثلاثه يعني خلوه في اخر منزله امال مين اللي اول الثلاثه هو الابن والمدلل كل حاجه والاب ده مركون ده اهو قاعد لما يجي تكريم يجي احتفال يوزع الجو انما العباده موجهه لمين للمسيح وذلك لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ولما خلوه ثالث ثلاثه مع عدم حتى الادب خلوه في اخر ثالث السلام هو الثلاثه اليوم اول اليوم ثاني واليوم ثالث فهو ايه الثالث ثالث السلام يبقى مين اللي صاحب المنزله الاولى الابن الابن والدينونة حتى اللي حظ الناس في الآخرة هو الإذن والأب التالي صفر من إيش هو الأب بقى على كده أهم هم أب يكفن هو أب شغله أب يعني وزعوا الوظائف والأدوار على الإيه على الثلاثة جعلوا حاجة الأب وما مجردوش من كل حد ما تبقاش عن معاش يعني لا لا لا, لا. يبقى اذا نشوف يعني هنا ليس لغيره فعل على جهه الاستدلال لا ليس لغيره فعل من الافعال على وجه الايجاد لو بمعنى الخلق واضح وان كان حتى اعمال نحن اللي هي مسنده الينا اللي احنا هنحاسب عليها ايضا هو خالقها والله خلقكم وما تعملون يبقى هنا حتى برضه ما فيش فعل اي فعل لا خلق ولا غير خلق الا الى الله لكن تسند هذا لا يسند الا الى الله ابتداء اللي هو الخلق اما الافعال تسند الى العباد ها ابتداء ثم الى الله انتهاء انما ده بدايه ونهايه كله الى الله تعالى اذا الخلق ده لا ينسب الا زي ما يخلق ما شاء انما هناك يفعل في نهايه ايه سيدنا زكريا يبقى اذا نسب الفعل الى الله على جهه الخلق والتاثير والايجاد اما الى العبد على جهه الفعل انه يعني الفعل في اللغه ينسب الى ايه فاعله او الى من تلبس به يعني مثلا لما تقول مثلا مات زيد مش بيقول زيد مات دي ايه فعل مش فعل مات فعل ماضي وزيد فاعل لكن مش هو اللي فعل اللغه ده لو ينفع مفعول به لانه هو اللي واقع عليه الموت مش ينفع يقول مفعول ومع ذلك معرفه فاعل مش مفعول به ومع ذلك هو ما عملش الموت جاينا تلبس وظهر الباص الفعل الى مصدره والى مظهره اللي ظهر فيه الفعل وهكذا تسعى على ذلك السرقه والزنا بمعنى الخلق والايجاد انه معناه مش السرقه لا توصف شوف برضه سؤال مهم يعني مثلا الركوع ده فعل مش كده؟ نعم والسجود فعل السرقه فعل والزنا فعل مش كده؟ لكن ما نقدرش نقول يعني ممكن لا لفظا ولا معنى ولكنها افعال ولكن لم تاخذ هذا الوصف الا باعتبار يعني مثلا الركوع هو عباره عن فعل انها حركه نعم فالحركه دي اذا كانت على هذه الهيئه تسمى ركوع لكن اذا كانت هر ولا تسمى ماشي اذا كان هكذا هي حركه لكن صوره الحركه هي اللي تسمى فلا يقال خلق العبد ركوعا انما يقال ركع ولا يقال فعل الركوع لانه الفعل هو الحركه اللي ادت الى الايه؟ الى الانحناء يبقى
هنا لا يقال حتى اللي هم اثبتوها ما المعتزله ما قالوا خلق ركوعا ولا خلق سجودا ولا خلق زنا وهكذا، وانما ايه هو الزنا عباره عن ايه؟ ما هو زي شهوه زواج او كذا، لكن مين اللي ادى لك القدره عليها؟ والا كان ممكن ما تستطيعش تعمل لا في الحلال ولا في الحرام، لكن لن يسمى زنا الا لانه لا محرم. هو نفس الموضوع، هو ده هو ده، والحركة الركوع دي حركة السجود لكن دي هيئة وصورة. اللي هنا الواضح الإجابة عندك ما اسم الفاعل فين؟ يعني هذه الصورة عندما تفعلها يقال ركعت، تمام كده، ولا يقال ان الراكع في الحقيقة هو الله، لا 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 ده هو خلق القدرة لك على الركوع، يعني معناها ادالك الحرية او القدرة ان تفعل هذه الهيئة او هذه الصورة، يعني امكنك او اقدرك، خلاص كده، يعني اعطالك القدرة ان تفعل. فالصورة هي قدرة واحدة، هي التي تركع بها وتسجد بها وتصلي بها وتأكل بها وتنام بها، هي اللي كلها يعني ادالك القدرة على فعل من الايه من الافعال. لكن الصورة إذا عملت أنت تسمى ركوع، لكن لما يعملها مثلا حيوان بصفة كده منحني دائما ما يقال ركوع، لكنه في هيئة الركوع، اسجدي وقنوتي واركعي، كل هذه إيه؟ مظاهر لفعل واحد، يعني حركة العبد. إذا كانت بهذه الصورة تسمى كذا، إذا كانت بهذه الصورة تسمى كذا، في حقنا نعم. لا كلام المعتزلة أسندوها إليه على جهة الاستقلال أنه إيه خالق لها ونسبوها إليه، ولكنهم قالوا بقدرة أودعها الله تعالى فيه، لكن الله في المذهب الثاني أن هذه تنسب إلى العباد كسبا لا إيجادا. إحنا إيه تلبسنا بها وظهر أنه هي مكسوبة لنا، يعني هي مكتسبة، اما بالنسبه لهم مخلوقه يخلقها، وده باطل، مش يخلق العبد افعال نفسه، اذا ما فيش رجع في الاخر تاب وانا مرنا ان بني ادم من الاختيار مريم اللي مصر عبد مختار افعال، هو لا يستطيع احد ان ينفي الاختيار اصلا، انه الاختيار ده فعل نفسه، الاختيار هذا فعل، تمام، ولا بد منه لإثبات التكاليف، تمام، ولكن هذا الفعل ينسب إلى العبد كسبا، وحنتكلم في مسألة الكسب فيما يأتي إن شاء الله، وينسب إلى الله تعالى إيجادا واختراعا، بمعنى توحيد الأفعال، يعني لا يسند فعل أو ليس لغيره سبحانه وتعالى فعل على جهة الخلق والإيجاد. افهم في الجد أول وبعدين حنأتي إلى الجد، وضحت كده معنى واحد في أفعاله، يعني ليس لغيره فعل ولا نقول كفعله، لأنه معنى كده أثبتنا للغير فعل، لكن نفينا المماثلة، احنا نفينا أصلا أن يكون لغيره فعل، بس إيه بمعنى خلق او ايجاد او تأثير لو الاختراع، بس الفعل اللي هو منسوب الى غيره ليس بهذا المعنى، اذا هو واحد ولا مش واحد في الافعال واحد، قلنا في هذا رد على المعتزلة في مسألة خلق الايه افعال العباد وانها منسوبة اليه. نأتي الى المسألة اللي هي ليست منفية في الافعال، وهي الكم الايه الكم المتصل. الكم المتصل يعني ما بما يفسر، تفهموا كيف الكم المتصل في الافعال، فهمناه في الذات بمعنى التركب، وفهمناه في الصفات بمعنى ايه وجود صفتين من جنس واحد. انما نفهموا كيف في الافعال، كيف يبقى في هل فعلين في فعل مركب من فعلين مثلا، يا اما يفسروا الكم المتصل في الافعال انفسر بتعدد الافعال، يعني الله تعالى له افعال كثيره، مش هيفسر غير كده، يبقى معنى كده هذا ثابت لله غير منفي، لان افعاله تعالى وان كانت كلها ساعه
ترجع إلى القدرة، ولكن هي متعددة. فيقال هذا خلق، هذا رزق، هذا بسط، هذا قبض، هذا رفع، هذا خفض، هذا إحياء، هذا إماتة، هذا مثلا إغناء، هذا إتقان، هذا إضحاك، هذا إسكان، هذا وهكذا. فالأفعال الأفعال كلها هي عبارة عن حاجتين، لا عبارة عن حاجتين، كل الأفعال ترجع إليه إيجاد وإعدام. وبعضهم جعلها حاجة واحدة فقط إيجاد، هم الإعدام ده بس ثالث الإيجاد. إذا رفع عنه زي خلاص إذا معنا ثلاثة أنا مش عاوز إعدام، يعني إذا ثلاثة بس خلاص ما فيش إعدام، يعني إذا نفل ده خلاص ثبت الإيه الثالث. عشان كذا هذه كنت فيهم كذا. يبقى معناها إذا فسرنا الأفعال الكم المتصل بمعنى تعدد الأفعال فهذا ثابت لله تعالى، وإن كان التعدد ده صور كده صور، وهو في الحقيقة فعل واحد اللي هو القدرة الإيجاد. الإيجاد الإيجاد خلاص كده هو الإيجاد، يعني معناها الصحة إيجاد الصحة، الغنى إيجاد الغنى، الموت إيجاد الموت، الإحياء إيجاد الإحياء، والضعف إيجاد الضعف، العذاب إيجاد العذاب، الثواب وهكذا إيجاد إيجاد إيجاد. كل الأفعال إيجاد. إيه معنى إنسان صحيح؟ يعني إيه؟ أو جاء الصحة موجودة فيه. مريض يعني معناها الصحة مش موجودة فيه، يبقى معناها في الصحة، مش معناها إيجاد حاجة ثانية للمرض، يعني معناها مش الصحة. وبضدها تتميز الايه الاشياء. ما ممكن امرنا نقول ان الوحدانيه برضك نفي الكم المتصل في الافعال بالنظر لصفه واحده، يعني تاثير صفه واحده على الشيء الموجود. ما احنا بنفي فرد الصفه، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في صفه مثلا الاحياء انقسمت هذه الصفه، انقسمت هذه الصفه على ما هو ده اللي احنا هو الان احنا بنشرح فيه. قلنا لك احنا عايزين نفهم، احنا الان فهمتوا ما معنى كم متصل في الذات منفصل مفهومه، وفهمتوا ايه معناها في الصفات. احنا عاوزين ايه اللي يشرحها كده، ما معنى سلب او نفي الكم المتصل في الافعال؟ هل معنى انه تعالى افعاله كثيره؟ إن كان بهذا المعنى يبقى هذا غير ممكن، ولكن في معنى ثاني ما ينفعش في المختصر برضه مفروض من فيه، اللي هو إنه لا مش فعلين، ما فعلين من ثلاثة وأربعة أفعال كثيرة معناها صحيح، هو خالق وهو راجل، لكن في حد شارك في الفعل ده، هل بين اثنين عملوا فعل واحد؟ إذا في اتصال من ناحية الفاعل، يعني مثلا احنا انت هنحمل انا لنا، اذا انا اتصلت اتصل حملي بحملك لها، اذا في اتصال وفي فعل، يعني انت شيل من هنا وانت من الناحيه الثانيه كده، اذا في متصل ده. لو قلنا الكم ده عشان في بعض الناس اثبت نفي السته، بس مش بالمعنى ان افعاله كثيره، ولكن ان غيره شاركه فيها، ده كم متصل ولا مش متصل، ومنفي ولا مش منفي. نعم بس اتصل الفعل، ما دام الاثنين اشتركوا فعل واحد والفعل واحد، يعني الحمل واحد ولكن انقسم الى جزئين، ها تركب من حجم من قدره الفعل، يبقى في اتصال في الفعل اللي هو الحمل، واتصال الفعل سبب اتصال فاعلين، اشتراك فاعلين، فهذا كم متصل ولا لازم يتنفي. هم اللي ما نفوهو شيء لانه منفي بالمتصل. ايوه، لانه لما قالوا ما فيش لغيره فعل، اذا كيف حنجيب فعل؟ يعني كيف حيشترك غيره معاه في الفعل اذا كان غيره ملوش فعل؟ هو منفي بالمتصل. ولكن لو تصورنا اللي هو ما تصوروش، لو ما تصوروش راح استفادوا خمسه، واللي تصوروا راح قال لا لازم يكونوا سته، بس مش بمعنى ان افعاله تعالى كثيره
ولكن بمعنى أنه لم يشترك غيره سبحانه وتعالى في فعل من أفعاله، فهو كل الأفعال انفرد سبحانه وتعالى، هو الخالق هو الرازق المحيي. وهذا حتيجي في القرآن على سبيل الحصر لما يقول هو يحيي، يعني ما فيش حد يحيي غيره. الله الذي خلقكم دافع، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم أفعال جرمش أفعال. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، يعني معناها أثبت هذه الأفعال كلها وهي كثيرة، فلم ينفي الكم المتصل في الأفعال، لأنه المعنى الثاني ده مش موجود. منفي بالأولان يعني لازم يعني من لوازمه، فنكتفي بإيه؟ بنفي الخموم الخمسة بدل الستة. وقلهم تاني تم المتصل بالذات، تم المتصل والمنفصل، تم المنفصل بالأفعال، وإن كان المتصل بالمعنى اللي قلناه منفي. واضح كده؟ نعم. في حد مش فاهم؟ جزاكم الله خير يا مولانا. وهنلاقي بعض الكتب بالمعنى ده والمعنى ده يعني في مؤلفين، وحتى لو ما لقيتوش، لكن الان لما سمعته اتضح لنا المعنى هو يعني ايه، بس هو موجود ومش حد بيجيب حاجه. احنا ما لطش من هنا في بعض الكتب بقى قالت كده. قرانا بعض الكتب نفس الكموم السته. بس لما تقول نفس الكموم السته وانت تقول ما الكم ده الثاني مش منفي، وفعلا هو مش منفي، لكن هو ليه معنيين مش معنى واحد. المعنى الأول غير منفي والمعنى الثاني منفي، لكن لم ينص عليه الثاني لأنه يلزم من نفي الأول نفي ده. فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل، يعني سبحانه وتعالى من حيث الذات أحدي، أحد فلا تركيب، واحدي فلا تعدد، يعني فلا شريك له. ووجود ذات أخرى لدى الشريك تماثل الذات العلية، يعني يكون لها من الصفات كما إيه لله سبحانه وتعالى. وطبعا ده منفي أصلا، يعني وجود الشريك منفي، لأنه ما فيه ذات. حتى المماثلة المنفية في القرآن مش مماثل للذات بذات، ده مماثل للصفات بالصفات، ليس كمثله شيء. الجبيان في هنا ايه المشاركة او المشابهة في الصفات، لان الذات لو ماثلت الذات من كل الوجوه لكانت هي، مش حيث فيه تعدد ولا فيه اثنينين، مش حيث شيء ثاني، مش حيث الهين. هذا الشرك ده في اللفظ فقط، ان تم اثنين ولكن وفي الحقيقة واحد. أي أنه تعالى ليس ذاته مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض، وإلا لكان مماثلا للحوادث من حيث التركيب. وده دليل قوي جدا على نفي الإيه؟ على نفي الجسمية، لأن الجسم تركيب، يعني الجسم عبارة عن أجزاء متصلة ببعضها، جوهرين فأكثر. إذا معناه لما ننفي الكم المتصل في الذات يعني بننفي الجسمية، وننفي التوالد. وزي شوف لما جاءت الأحد لم يلد ولم يولد، حتى من معاني كلمة الصمد أنه إيه الذي ليس بجسم، من معناها في اللغة كده الصمد يعني إيه ما فيش لا جوف، لا جوف يعني ما في جسم، لأن الجسم في عمق وفي ارتفاع وفي طول في حدود، في جهات يعني نمينا من فيه. لا لم يلد ما فيش توالد، والتوالد ده من شأن ايه ما هو جسم تمام، ولم يولد. وبعدين هنا ايه ولم يكن ده ايه المنفصل ده، ولم يكن له ايه له كفوا ايه احد، يعني نظير او ده في المنفصل. وإلا لكان مماثلا للحوادث من حيث التركيب، فيحتاج الى بعض من يركبه وهو محال. ويبقى كل جزء من الأجزاء محتاج إلى الجزء الآخر، والاحتياج سمة إيه الحدود، وليس له نظير في ذاته أو
أي وعدم الاثنينية في صفاته اتصالا وإيه؟ وانفصالا أو انفصالا أيضا. فوحدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل فيها، أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها متصلا كان أو منفصلا. يعني لا صفتين، ما فيش صفتين من جنس واحد، يعني ما فيش عدد في الصفات، يعني معنى قدرة واحدة، علم واحد. والعلم بالنسبة لله تعالى ما فيهوش ايه سبق جهل، ما فيش ظهور بعد خفاء، ما فيهوش تجدد، فكيف يكون فيه تعدد؟ ليش لا توجد التعدد؟ صفة واحدة. معناها ما فيش، يعني مثلا انت اديك مثال، انت تعلم ان زيد مسافر، بس كلمة واحدة زيد مسافر، طيب العلم ده قبل ما يسافر ولا بعد؟ لا لا مثلا قبل يوم الثلاث نهاية الاستراحات، يوم الثلاث هيتجدد لك علم جانب ثاني اللي هو المسافر بالفعل، ولما يرجع يوم الخميس علم ثالث. طيب يبقى عندك ثلاث علوم، الاول علم بالسفر والعلم في اثناء السفر ممكن يتلغي، والعلم معناها ليك ثلاث علوم وكل واحد متصل او مختلف عن الثاني، لكن الله تعالى الامور عنده آنية، بمعنى ما فيش فيها ماضي وحاضر ومستقبل، فعلم الثلاثة بدرجة واحدة بخلاف علم فيك. هو ده اللي يسموه الانكشاف التام يا مولانا، الانكشاف التام. لما انت الانكشاف بتاعك جزئي، انكشاف بعد كده انكشاف، بعد كده تعطل في الرحلة اتلغى السفر انكشف، بيجي العلم بتاع الجهلة. ما انت كنت بتقول مسافر الثلاث واتضح انه ما فيش سفر الثلاث اصلا، ما فيش طيران يوم الثلاث خالص، والمطار اتقفل ومحاصر، انقلب العلم جانب. ليه؟ انه ايه فيه عندك انت ايه مبني على ايه؟ مبني على اسباب، مش مبني على انكشاف تام. وذلك لما سألوا القرطبي في ذكر في التفسير انه علم الله تعالى واحد ما فيهوش تجدد، فقالوا هل كان الله تعالى راضيا عن ابليس لما كان قبل ادم قبل الموضوع ده؟ قال ابدا، انه لو كان راضيا معناه انه تعالى لا يعلم ما يكون منه، زي ما انت معك ابن بيلعب وكذا ومش ذاكر وانت تعرف ما هيطلع الاول، مهما يقال لك مش هتتأثر لما عارف مصيره ايه. وهل كان غاضبا على عمر لما جاب بنته حية ودفنها؟ قال ابدا، لان لو انت تعلم ما يصير من امر عمر من نشأته الى وتعرف مصيره مش ممكن هتغضب ابدا، لكن انت ما تعرف، كل يوم تعرف حاجة جديدة على عمر ده الى الان، رغم ان عمر مات من كام سنة، وكل ما ندرس نكتشف صفات جديدة يبقى بيتجدد في حاجات من عرفها ما كناش عارفينها، انما هل هذا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء؟ يبقى ما فيش، لا يقال راضي، من رضي عنه الله تعالى لا يسخط عنه ابدا، ومن سخط عليه لا يرضى عنه ابدا. امال في الحديث اللي يقول لك ان ربنا في الشفاعه غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، ده بحسب ظهور الايه الشيء للعباد، انما بالنسبه للصفات الالهيه ما فيش فيها ايه تجدد، ولا هيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، فما فيش لا قبل ولا بعد. بمعنى في هذا اليوم انه هذا اليوم ملوش لا قبل ولا بعد، يوم اليوم اسمه اليوم الايه اليوم الاخر. بل كان نصلي ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. اقفل يا ابن المثال. قلنا عندي
ليس له نظير في ذاته او اي عدم الاثنينية في صفاته اتصالا وانفصالا او انفصالا ايضا. فوحدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل فيها. يعني هو الان بيشرح في وحدانية الصفات، والبعض قد يعني يشوف الكلمة جمع الصفات، كيف ايه نوحد في الجمع الصفات، كلمة الصفات فيها تعدد الجمع، فالتوحيد في الجمع في الذات واحد، لكن الصفات قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يعني الاسماء في الاصل صفات، الصفات متعدده هو الموصوف واحد، فكيف نقول واحد في الصفات مع ان الصفات عدد، القدره صفات المعاني سبعه صفات التلبيه خمس، يعني في تعدد في الصفات. لا ليس هذا هو المعنى، يقول لك نفي الكم المتصل، وانت لسه شايفين ان في دقائق نسيت وانت لسه جاي لسه جاي. يبقى الصفات متعدده والموصوف واحد، شيخ كيف نقول الوحده في الذات مفهومه، انما في الصفات معناها لا، معناها كده شرحوها نفي الكم المتصل ونفي الكم المتصل. نفي الكم المتصل يعني مش معناه انه تعالى ليس له الا صفة واحدة، هذا المعنى لم نقل بها، ولكن معناه انه ليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين وإرادتين وسمعين وبصرين. ونفي الكم المنفصل يعني ليس لغيره صفة كصفته، يعني هو القادر وحده وليس لغيره قدرة تشبه او تماثل قدرته تعالى. مش من جنس واحد ثابت. نعم. مش من جنس واحد ثابت في حق الله تعالى. مش فاهم السؤال. يعني لو كانت الصفتين مش من جنس واحد ثابت حق الله، ارادة وقدرة وكذا. يعني معنى ايه معنى من جنس واحد؟ يعني دي ارادة ودي ارادة. وليس له ارادتان، ولكن ارادة واحدة بها يخصص الممكن ببعض ما يدور عليه من الامور المتقابلة. فالإرادة هي اللي خصصت أنا، هي نفسها اللي خصصت، هي التي خصصت جميع الممكنات، ولا نقول أن له إرادتان. هنا يعني معناها نصفه بصفتين من جنس واحد، إنما لما نقول له إرادة وله علم بذولا صفتين مش من جنس واحد، خلاص كده؟ يبقى معناها يوصف بصفات كثيرة، ولا وليس المراد انه لا يوصف الا بصفه واحده، ولكن في نفس الوقت الصفات المتكاثره الغير محصوره او المحصوره ليس فيها صفتين من جنس واحد، وليس لغيره تعالى صفه تماثل صفته. هذا هو معنى توحيد الصفات. اذا فيه كم معنى؟ فيه معنيان، فيه متصل وفيه منفصل. المنفصل يعني ليس له صفتان من جنس واحد، والمنفصل يعني ليس لغيره صفة تشبه صفته تعالى، أي تنفي العدد. أشكره بيشرح هنا، أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها متصلا كان او منفصلا. مش تنفي العدد في الصفات، تنفي العدد في كل صفه، يعني كل صفه واحده ما فيهاش عدد، سواء كان هذا العدد في الصفه من حيث تركبها او اشتراكها مع صفه اخرى في جنس واحد، او العدد المنفصل بمعنى لغيره صفه مثل صفه. واضح ولا مش واضح؟ اللي غير واضح وضحوه. اي انه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد وقدرة. شكرا.
هذا هو العدد ليس على سبيل الحصر، لكن أمهات أو مهمات أو كليات الأمور الأخرى مندرجة فيها متفرعة عنها، وليس المراد الحصر. إن أريد الحصر يعني حصر الأمهات أو حصر الأساس أو حصر الصفات اللي هي بمثابة الكل، أما الجزئيات لا تنحصر. إذن الحصر معناه حصر الأصول، أصول هذه الصفات، أما ما تفرع عنها فغير منحصر، فكمالاته صفات الكماليه صفات المعاني سبعة، بمعنى أن هذه السبع هي الأمهات أو هي الأصول لما عداها، أو قالوا إن ما عداها مستلزم لها وراجع إليها ومتفرع عنها. منهم من قال بالحصر فهذا توجيهه، ومنهم من قال بأنها ليست محصورة فهذا توجيهه، يعني الحصر له توجيه وعدم الحصر له توجيه، فليست محصورة لأن الكمالات لا تتناهى، وهي محصورة لأنها كليات وما عداها متفرع عنها وراجع إليها ومندرج فيها. كان بعض الناس يقول لماذا وقفتم عند 20 او عند 7 في المعاني؟ تفضل اجيب لك واحد شاي. لا خلاص كده اجيب لك كمان واحد سكر. كان مظبوط ده ولا زياده؟ من غير سكر. حاضر. عشان السكر كسر في عندي وغلي بالغلا. ايه تكسر ويرخص يكسر في الشيء ويزيد في الشيء جينا الجهة منفكر يعني كثرة في المرض في الأعراض وغلا في الشاب ففي انتكاك في الجهة ففيش تناقض. ده موضوع زي أنه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد وهكذا لا أكثر، وليس ثم يعني هناك من يتصف بصفات الألوهية سواه، يعني أخص وصف لله تعالى أنه إله حدث مشترك معنا، أو أنه يقول للشيء كن ويكون، أو القدم، أو أنه واجب الوجود، كل هذا من خصائص الألوهية، أي انفرد سبحانه وتعالى بها. وحدانية أي عدم الاثنينية في الفعل، يعني أنه تعالى متصف بوحدانية الأفعال، فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه. قلنا إيه معناها دي؟ نسيته؟ فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه، أي أن سواه تعالى أفعاله ليست بمعنى الإيجاد أو الاختراع أو الخلق. أظن كده إيه؟ أظن. وليس معنى هذا نفي الأفعال عن غيره، لأن القرآن تعالى أسند الأفعال إلى غيره، لكن لا على سبيل الخلق، وإلا يفيد هذا أنهم شركاء لله في الخلق، والله تعالى يقول أم له شركاء خلقوا، استفهام إنكار، خلقوا كخلقه ولم يقل فعلوا كفعله، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني معناها يريد أن يقول الذين من دونه لا يخلقون شيئا، والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم ولا يملكون لأنهم لم يسند القرآن الكريم الفعل بمعنى التأثير أو بمعنى الخلق لغير الله سبحانه، ولكن بمعنى الاكتساب
وبمعنى وهذا هو بالنسبة للخلق. يبقى ليس ثم من له فعل. هنا بيفسر نفي الكم المنفصل في الأفعال. وأما المتصل فتكلمنا إيه عليه، قلنا فيه متصل برضو إيه منفي وشرحنا إذ أموال وهم القموم ستة بس إحنا نفينا منهم خمسة. طب الكم المتصل في الأفعال يا إما إيه معنى أولا الأول اللي تفهم المعنى. إذا فهمت أن الكم المتصل في الأفعال يعني معناه أن أفعاله تعالى كثيرة، كثرة أفعاله فهذا ليس منفيا ولكنه ثابت له تعالى. أفعاله كثيرة متعددة، الخلق الرزق الإحياء الإماتة كثيرة جدا ليست محصورة لأنها راجعة إلى الخلق والخلق متجدد. صفات الأفعال. أما إن أريد بالكم المتصل في الأفعال أن غيره شاركه في فعل من أفعاله، يعني هو خلق وحده، يعني لم يساعده ولم يشاركه ولم يعاونه أحد في الخلق، إن أريد هذا المعنى فهو منفي أيضا على من قال إن الكموم المنفية ستة. والمعنى الأخير هو يعني في معنى صحيح في المتصل اللي هو كثرة الأفعال، وفي معنى غير صحيح اللي هو أن غيره شاركه في الفعل وهذا منفي. ولكن لماذا جعلوهم خمسة ولم ينصوا على الثابت؟ لأنه راجع إلى الإيه؟ إلى نفي الكم المنفصل. لذا قلنا أن غيره ليس له فعل فكيف يتصور؟ إذا كان غيره ملوش فعل فكيف يشارك؟ إذا كان المشاركة تأتي ممن له فعل، إنما غيره منفي عنه الفعل، هيشارك بإيه؟ ما عندوش فعل عشان يشارك به، فرجع إلى الإيه؟ إلى المنفصل. فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، وهذا هو ما صرح به القرآن الكريم، الله خالق كل شيء، ولم يقل الله فاعل كل شيء. الله خالق. وقد فرق القرآن بين الخلق وبين الفعل، يعني إسناد الفعل إلى الله مباشرة يسمى خلق. خلاص. أما إذا توصبت الأسباب فيسمى فعل. والمثال واضح، إنا نبشرك بغلام زكريا، قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي، قال كذلك الله يفعل. ولما قالت نفس الكلام أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق. والخلق فعل، ولكن لما كان مباشرة بدون ما فيش واسطة خالص، لا عاجز ولا على عقيم ولا ما فيش الزوج، إنما هناك في زوج ولكنهم لا يصلح للمهم، لكنه فيه ففي الظاهر فيه، فسمي هذا فعل وهذا ايه وهذا خلق. اذ كل ما سواه عاجز لا تأثير له في شيء من الاشياء، يعني ليس موجدا وليس مخترعا وليس خالقا وليس مبدعا، او معنى لا تأثير له في شيء من الأشياء، يعني في إحداث في إيجاد شيء من الأشياء، حتى في أفعال نفسه التي تسند إليه لا تسند إليه على أنه خالق لها. فالعبد ليس خالقا لأفعاله وإنما مكتسب لها أو فاعل لها أو عامل. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قال تعالى الآية بتاعتي اللي قال العباد فيها افعل وافعل الخيرات، وافعل هذا فعل، ولكن لم يقل اخلق الخيرات افعل. فيسمى الانسان فاعل خلاص، ولكن ليس فاعل بمعنى، ما هو في معنيين، معنى التأثير والإيجاد، هذا منفي عن العبد قطعا.
فالفعل الواحد ينسب الى ايه؟ الى مصدرين، ولكن هذا على جهه وهذا على اعتبار الجهة هذا على جهة الخلق والإحداث والإيجاد من العدم، وهذا على جهة أنه ظهر أو تلبس به أو اكتسبه أو يعني مال إليه أو قام به. ففاعل الشيء هو إما المؤثر فيه وإما الذي قام به الفعل، قام به الفعل وليس هو الفاعل، كما نقول مات زيد فنقول مات فعل وزيد فاعل، ومع أن زيدا لم يفعل الموت ولكنه قام به وظهر فيه، هذا فاعل. ولكن هل هو الفعل؟ لا، خلاص كده. وإنما لما نقول ضرب يبقى هنا ايه؟ أظهر أو ظهر الضرب، الضرب ده اللي هو اللطش، لكن الحركة دي ممكن تكون يعني مثلا بيحتضن، هي نفس الحركة، الضرب هو مثلا المعاونة، لكنه لما كان على سبيل الإعلان سمي ضربا، ولكن لما كان على سبيل سمي يعني هو نفس الحركة ولكن تعددت صورها، لذلك ينسب لأنه قام به وظهر منه الضرب، ولكن لا يقال هو الذي خلق الضر ولا هو الذي احدثه، والا على سبيل المجاز ممكن المجاز ماشي. سيدنا جبريل وقال للسيدة مريم انما انا رسول ربك لأهب، اسند الغلام انه هو اللي حيهب الغلام لأهب لك غلاما زكيا، مع ان العقل يقطع والشرع اما الهبة فكيف أسندها؟ لأنه هو الذي ظهر ظهرت عليه راسل إلى آخره. لكن في قرائن عقلية ونقلية، نقول بأرسلنا إلى رسول، يقول إنما أنا رسول ربك، فإذا أسند الفعل إلى الرسول هو أعتمد أنه في مرة رسول، هو الأصل أنه رسول في مرتين، زي ما إيه القرآن الكريم هو كلام من كلام الله، وفي القرآن نفسه يقول لك ده كلام جبريل، إنه لقول رسول كريم، والرسول ده بيقول من عند الله هو جبريل، فلما يقول ده قول رسول نسبه إلى جبريل، لكن نسبه إلى جبريل بصفة رسول يعني بلغه عن مرسله عن الله، فيسند القول إلى قائله وإلى مبلغه. موجود. وحتى في القرآن الكريم أسند الفعل المباشر إلى الله، الله يتوفى الأنفس، وأسنده إلى المعالج، قل يتوفاكم ملك، بس خد بالك الذي وكل، يعني في مع توكيل مين شو الموكل ده هو الموكل الذي وكل، يعني في قرائن واضحة توضح أنه المتوفي في الحقيقة مش هو، ده هو مباشر ومعالج، وبعدين يسند الى المعاونين الى الجهة اللي هي بتساعده، توفته رسلنا، فهو كان اسناده وتعدد، يبقى هنا تسند الافعال، لكن ما اسند الخلق اللي هو الايجاد المباشر به الى ايه؟ الى احد، والا حيبقوا اله، لا مجاز ولا ايه؟ ولا حقيقة. ولما أسنده إلى عيسى بس الصورة، وإذ تخلق الهيئة الهيئة، وسبحان الله ده حتى جاب حاجة في الآية أنت ما تخش البالك، وإذ تخلق من الطين هيئة كهيئة، يعني حتى جاب تام، يعني حتى الهيئة نفسها مشبه صورة، يعني ده حتى الهيئة ما خلقهاش شبه الهيئة، ده حاجة زي له. فالقرآن دقيق جدا، ايه لازمة الكاف دي رغم انه هو كلمة هيئة تكفي من غير الكاف عشان تبعد الاحتمالات كلها، ما من غير الكاف ماشي هيئة يعني معناها مش طير، يعني هيئة يقول لك هذا هيئة طائر، هل تداعي لك هذا كهيئة طائر بزيادة ايه؟
او مبالغ بمعنى اللي هو ايه زياده المبالغه ونفي الايه الاحتمالات زي ليس كمثل شيء اذ كل ما سواه عاجز لا تاثير له في شيء من الاشياء والمشهور في اثبات لا تاثير عليه يعني لا خلق ولا احداث ولا ايجاد فمن اعتقد التاثير لغيره فقد اثبت الشركه له يعني لو اعتقدت تاثير يعني في غيره موجد لشيء او محدث حتى وان كان هذا المحدث للشيء بايه بقدرة بمجال المعتزلة يعني إذا أنت عملت إيه؟ أثبتت شريكا له في التأثير وهو تعالى يقول هو خالق كل شيء يعني هو منفرد بالتأثير إذا معنى كده صدق من قال إنه لما عاب على المعتزلة وقال إنه كلامهم ده أكثر من كلام المجوس فالمجوس اثبتوا خالقين وهم اثبتوا ايه لا نهايه انه خالق للخير انما هنا البشر كل واحد خالق انت خالق اذا اثبتوا يعني خالقين غير انما لكم اثبتوا اثنين انما دول اثبتوا اعداد خالقه غير متناهيه وكل ما يخلق انسان هيبقى خالق يبقى اضافوا خالق خالق انما لكم اثبتوا اثنين المجوس وهؤلاء أثبتوا شركاء لا تحصى من الكثرة لكن طبعا ما نقدرش نقول أكبر من كفر المجوس في الصورة إنما هم في الحقيقة مش كفار المسلمين لأنهم لم يقول المجوس قالوا خلق استقلالي إنما المعتزلة قالوا بقدرة لكن بس الجرأة وإساءة الأدب في تسميته خالق يعني كونه يسموه خالق دي إساءة استعمال خالق هو لو قالوا مثلا فاعل او موجد لما تيجي خالق خالق من مرة واحدة وربنا يقول هل من خالق غير الله هم المعتزلة يقول هذا الانسان خالق مش حد مش خلق حاجة الله خالق وكل وخلق كل شيء وحتى عشان يطلع الحجة قطع كده والله خلقكم وما تعملون الشبه مش لا عمل في العمل ولكن مربوطة الله خلقكم وما تعملون لا ما فيش تناقض يعني عاوزين نقول لك هو خالق وليس خالقا مستقلا لانه لو كان كده يكون صريح ولكن هذا الخلق يعني بايه بقدرة خلقها الله فجعلوا هذه يعني فارجعوا الخلق في النهاية الى الله بس ما ارجعهوش مباشرة انما احنا بنرجع مباشرة على طول كده ده التوحيد ده والمشهور في اثبات الوحدانية برهان التمانع يبقى عندك براهين برهان التمانع وفي برهان التوارد والتمانع يسموه برهان التطارد وموجود في نفس الآية وفي المغالبة او التغالب ده موجود في آية ثانية اللي فيها ايه لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم تتغالب وفي آية ثانية لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يعني حيحصل هنا ايه تغالب او يعني تحاجب او تقارب يعني اما يتقربوا منهم او اما ايه يحاولوا يذلوه ويقعدهم ايه يحلوا ايه محله فهناك براهين كثيرة في اثبات الوحدانية منها البرهان اللي هو برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وحنفسر الفساد بمعنى ايه لمعنيين فسدتا يعني هل معناها اختلتا وخرجتا عن النظام يعني حدث اضطراب وتغير هذا هو الفساد ولا المراد بالفساد العدم يعني لما وجدتا يعني لن عدمتا
فالفساد ده نقص، النقص صورة من صور العدم، فإما خلل يعني من عدم شيء نقص شيء فحصل اختلال أو صورة دي أو كلي فيسمى العدم، فدي لها حيبقى على فسادتها بمعنى لما وجدت حيبقى لها معنى، وعلى الاختلال حيبقى لها معنى ثاني، وعلى التوارد حيبقى في معنى، وعلى التمام حيبقى في معنى، وغير ليست أداة استثناء ولكن بمعنى إيه، ولكنها صفة صفة خلاص كده، إلا في الآية ليست أداة استثناء ولكنها صفة بمعنى غير، وإلا لو كانت أداة استثناء هتبقى الآية بتقرب التعدد ولا إيه ولا تنفيه، فإنها بتثبته ولا إيه ولا تنفيه. كل هذا هنتكلم عنه البراهين العقلية يعني الدرس اللي جاي هيبقى فيه براهين عقلية، حجج عقلية، براهين للتمانع والتوارد والتفارد والتغالب، وحيأتي إيه تقريره بأكثر من وجه، يعني مثلا في بعض الكتب بتقرر هذا البرهان بمقدمات مختلفة عن الايه والتمانع ده، كلمة التمانع مش المنع، لانه التمانع والتقاتل والتشاكر في حاجة اسمه افعال الايه اللي فيها المشاركة، فالتفاعل ده لا يتصور الا من ايه من اثنين، بين اثنين زي التقاتل، ولذلك سمى برهان التمانع لأن كل واحد من المتمانعين يمنع صاحبه، هذا يمنع وهذا يمنع، ففي تمانع من الايه من الجانبين، يعني هذا يمنع وهذا يمنع. والمنع هل معناه إرادة المنع وهل هو وقوع المنع أو افتراضه، يعني هو إمكانه ولا يعني بمعنى جوازه، كله ده ايه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. لا معنى حياة واحدة ليس له حياتان، تمام، ولكنها حياة واحدة، بمعنى أنت مثلا هتحيا أنت حياتين وحتموت موتتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا لك حياة دنيوية ولك حياة برزخية، لك ثلاثة لك أنواع ولك حياة باقية، فدي أنواع، وفي حياة لك في أنت جنين، وفي حياة أنت حبل، وفي حياة لك وأنت طفل، وحياة عندك مراحل أطوار يعني معناها تعدد، وعندك موت وبعدين عقبه حياة، وقبل كده عدم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم، فبالنسبة لله تعالى حياة واحدة ما فيش حياتين، يعني أنت مثلا لأنه حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا موت فهي باقية، فمتى تتعدد؟ إذا كان فيه تخلل موت أو حياة جديدة هنا، وكل شيء هالك إلا وجه كل من عليه، فالحياة مستمرة يعني أزلية أبدية، فكيف يعني التعدد؟ التعدد ما يجيش إلا في الحادث فيما له بداية، وما الحياة لا بداية ولا نهاية، يعني مستمرة، فكيف يأتي التعدد؟ ما يجيش تعدد شيء، عشان كده قلنا حياة واحدة، وقدرة واحدة، علم واحد، سمع واحد، إرادة واحدة، بصر واحد، أنت مثلا عندك البصر متعدد بدليل أنك إيه فيك يعني بصر كده أهو بصر، وكده بصر، وكده بشوف حاجتين، إيه؟ يعني معناها أنت إيه؟ وفي واحدة بتساعد الثانية، وغمضت واحدة بتشوف الرؤية أضعف، ولو جبت مكبر يعني عندك أطوار وحالات كثيرة، يعني ما عندكش حاجة اسمها بصر ولا بصيرة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل افضل افضل اسعد اخر رفاتك سيدنا محمد وعلى اله